في بداية الفيلم بنشوف مبنى ضخم للشركة، وفي المبنى بنتعرف على واحدة من الموظفين اسمها جين، واللي كانت شغالة لوقت متأخر، وكانت مقررة تسافر نيويورك وتعمل مفاجأة لحبيبها السابق بمناسبة عيد الحب. ولما بتخلص شغل بتلم حاجتها وبتخرج. وفي الدور التاني بنشوف واحد في الحمام اسمه جاي، وبالغلط المية بتيجي على بنطلونه، فبيستنى لحد ما بينشف وبعدها بيخرج. وبنلاحظ ان طول الوقت باصص في تليفونه وبيراقب حاجة، وبيركب الاسانسير معاها في نفس الاسانسير اللي ركبت فيه جين، ومحدش فيهم كان يعرف التاني. ولما بيتكلموا مع بعض بنعرف ان الشركة مدية اجازة 5 ايام، وعشان كده المكتب هيكون مقفول للمدة دي. وبيفضلوا يتكلموا مع بعض شوية وجين مش مهتمة، لحد ما عينيه بتيجي على رسم على الحيطة لطفل صغير محبوس جوه صندوق. واول ما بيوري النقشة لجين فجأة الاسانسير بيعطل بيهم، مش عارفين ايه اللي حصل، لكن بيدوسوا على زرار وبيتصلوا بالامن، لكن محدش بيرد عليهم. وبيفضلوا يشاوروا للكاميرا علشان اللي بيراقب يفهم انهم في مشكلة، وبرضه ما بيجيلهمش اي رد. ولما بيجربوا يتصلوا بحد يساعدهم بيلاقوا ان مفيش شبكة. طيب ايه العمل؟ ساعتها جين بتتعصب علشان كده هتفوتها الطيارة، وكانت مستنية تقابل حبيبها السابق بشدة علشان يصلحوا علاقتهم. وعلشان يهديها شوية بيبدأ يتكلم معاها ويتعرف عليها، فبتقوله انها بتشتغل مديرة حسابات، اما بالنسبة لجاي فهو موظف لسه جديد في المكتب وما بيحسش انها بداية مبشرة خالص. وبعد وقت بيفتكروا ان في مخرج طوارئ من خلال سقف الاسانسير، فبيساعدها تقف فوقيه وتحاول تفتحه، وبتبذل جين المجهود لكن مفيش فايدة، وكمان بتتعور في ايديها وبتتعصب اكتر وبيقعدوا بعيد. وبتعدي ساعات وهديت جين وبيبتدوا يتعرفوا على بعض اكتر، ولما بتقوله عطشانة بيديها ازازة مية، وبيقولها انه كمان معاه ازازة واين ادهاله واحد من العملاء هدية. لكن اللي بتفكر فيه دلوقتي انهم هيفضلوا محبوسين في الاسانسير 5 ايام بسبب اجازة المكتب، وساعتها بتحس انها عاوزة تدخل الحمام، لكن ما بتقدرش تعمل كده قدام جاي ومكسوفة منه. بس هو بيطمنها بيقولها ان مفيش داعي للخجل، وبيقترح عليها تستعمل ازازة فاضية ولف وشه وسد ودانه، وفعلا هي اتصرفت في الازازة. ولما بتهدى اكتر بتبتدي ترسم صورة لبنت مع الطفل اللي في الصندوق تشبيه لحالتهم هما الاتنين. وبتعدي الساعات وهما بيتكلموا وبيهزروا وبيلعبوا مع بعض، وبتسأله اذا كان مصاحب، فبيقولها انه مش مصاحب ولا ليه اصحاب، ومحدش يعرف انه شغال في المبنى ده اصلا. وهي كمان بتحكيله انها كانت مخططة تسافر علشان تفاجئ حبيبها السابق. وساعتها بيفتحوا الازازة وبيبدأوا يشربوا، وعلى الساعة 1 بالليل بيقعدوا يرسموا بعض علشان يقتلوا الوقت الباقي. وساعتها جاي بيقول لها انه خبى عليها حاجة واحدة، انه شافها قبل كده كذا مرة في الطرقة وشايفها جميلة جدا ومعجب بيها. ولما جين سمعته حست بالخجل وضحكت. بعدها بيسلموا رسوماتهم وكان رسمها بطريقة جميلة، اما هي فشخبطت وعملته شخصية كرتون. وبعدين قالت له نغير الموضوع ونتكلم في حاجة تانية. قال لها ممكن نتكلم عن قلة الادب مثلا. وافقت جين، وبيبدأ كل واحد فيهم يتكلم عن علاقاته السابقة واسراره ورغباته. وبعدين وهما بيتكلموا بيقربوا مع بعض، وبيحصل ما بينهم حاجات عيب في الاسانسير. وبعدها بيقول لها انه حاسس انه هيقع في حبها، لكنها بتقوله انها بالفعل بتحب حبيبها السابق، وكده كده لما يخرجوا من هنا كل واحد فيهم هيروح في طريقه وممكن ما يتقابلوش تاني. اما جاي كان عاوز يعرفها اكتر وياخد خطوة حقيقية في علاقتها بيه. ساعتها قالت له ان اللي حصل ما بينهم دلوقتي مجرد متعة عابرة، مش معناها انها وقعت في حبه ومش لازم حاجة تحصل ما بينهم. ولما بيسمع منها الكلام ده وبيحس بالرفض بيبدأ يتعصب وبينفعل، وبيعترف لها انه فعلا بيحبها، وبيقولها على الحقيقة كاملة، وانه مش موظف جديد في الشركة وما شافهاش كم مرة، لكن شافها 1000 مرة وعارف كل تفاصيلها وحافظها وقد ايه بتشتغل وقت زيادة عن الكل. ومش بس كده، بيوريها فيديو ليها من كاميرات مراقبة الشركة، وساعتها بنعرف ان حارس الامن اللي بيقعد ورا شاشات المراقبة كان معجب بيها وعاوز يوصلها بأي طريقة، وده معناه ان كل اللي حصل ما بينهم
وحادثتهم في الأسانسير ما كانتش صدفة، كان متخطط ليها. وابتدت جين تعيط وكانت خايفة ومش مصدقة اللي عمله، وبما انها مش مهتمة بيه وخطته فشلت، طلع مفتاح الطوارئ وقال لها تقدري تخرجي دلوقتي لو عايزة. ساعتها انفجرت فيه وهزقته واتهمته بخطفها وتوعدته بانها بمجرد خروجها من هنا هتبلغ عنه الشرطة، وياريتها ما قالت كده. كلامها ده خلاه يوقف الاسانسير ويسحب المفتاح، وبدأوا يتخانقوا مع بعض ويشدوا المفتاح لحد ما اتكسر جوه القفل، وللأسف هما الاتنين بقوا محبوسين فعلا. وانهارت جين ومصدومة ومش قادرة تتنفس وبتصرخ فيه علشان الورطة اللي هما فيها بسبب غبائه، فمسكت جزمتها وضربته جامد لحد ما نزف، وجاي برضو خبط راسها في الأرض وفقدوا وعيهم هما الاتنين. وبعد فترة بيفوقوا وبتسأله جين ازاي مفيش غيره حارس في المبنى، فبيقول لها الحقيقة انهم 3 حراس لكنه خلاهم ياخدوا اجازة وهو هياخد مكانهم، فبتوصفه بالمجرم. وساعتها بيتعصب وبيخبط في الاسانسير وبيفتش في شنطتها وبيلاقي قميص كانت شريال حبيبها فبيلبسه، وبيأمرها تفتح الهدية التانية وبتفتحها وهي خايفة منه، وكانت الهدية السيجار وولاعة فضة، وبيولعها وبيفضل يضايقها. وقعدت جين ساكتة ومرعوبة منه، وبعد كام ساعة بيلاحظ جاي عدم وجود مسامير في الاسانسير، وده معناه انه اكيد في مخرج طوارئ، فبيبدأ يدور لحد ما بيقدر يفتح السقف وبيطلب منها تساعده يخرج علشان يطلع يفتح لها الباب. لكن جين ما كانتش واثقة فيه تماما وقالت له اصلا مش هقدر ارفعك، فساعدني انا اخرج وطلعك في البداية، ورفض علشان خايف لحسن تخونه، لكنها بتوعده انها مش هتتصل بالشرطة، كل اللي هي عاوزاه انها تخرج. وافقت تديله فرصة يخرجوا مع بعض مرة، ساعتها بيثق فيها وبيساعدها تخرج، لكنها بتخونه وبترفض تساعده، فبيتعصب جدا وبتتسلق جين ناحية سلم باب الخروج. اما جاي ما بيستسلمش، فبيعمل حبل من الهدوم وبيقدر يخرج من الاسانسير وبيطلع وراها بسرعة، وكانت خلاص قدام الباب وهتخرج، لكنه نط وشدها وقعوا هما الاتنين في الاسانسير تاني وفقدوا وعيهم. لكن بتفوق قبله وبتحرق شوية ورق علشان انذار الحريق يشتغل وادارة المطافي تيجي تطفي الحريق وتنقذهم، ولما جاي بيفوق بتضربه جين وبتثبته وبتمسك قاطع السيجار وبتهدده انها هتعوره، وساعتها بيخاف وبيعيط، ولما بتشوف حالته بيصعب عليها فبترجع عن قرارها وبتصور له فيديو اعتراف لكل حاجة عملها علشان لما تخرج تقدر تقضيه. وبعد ما بيعترف بيقول لها انه زمان كان شغال مدير في مكتب كبير وكان ناجح جدا، لكن حياته اتغيرت بعد ما عمل حاجات مش كويسة مع واحدة في العربية وهم سايقين، وساعتها عملوا حادثة والبنت ماتت واتحبس هو 6 شهور، ولما خرج من السجن مفيش شركة وافقت تعينه علشان كده قبل بوظيفة حارس امن وهو مضطر، وانه عمل خطة الاسانسير دي علشان عارف انها مش هتبص لواحد زيه في الوظيفة دي. وبره الاسانسير بنشوف واحد تاني اسمه تيجي من الامن جايب معاه صاحبته علشان يفرجها على المبنى، وهنا بيشوفهم محبوسين في الاسانسير فبيجري عليهم علشان يساعدهم وبيفتح الباب، لكن الاسانسير ما كانش قدام الباب، وطلب منه جاي يدخل علشان يفتح الباب من جوه، واول ما نط علشان يدخل ضربه لحد ما موته. وجين مرعوبة ومش قادرة تتحرك من الصدمة، بعدها اخدها وحبسها في صندوق عربيته وهو بيتوعدها علشان تبقي تقولي لي لأ، وربط تيجي وخبى جثته ونظف مكان الدم وغير هدومه وراح لكاميرات المراقبة ومسح كل ملفات الفيديو علشان ما يبقاش فيه اي دليل عن اللي حصل، ولما بيشوف صاحبة تيجي بيهجم عليها وبيقتلها هي كمان. وبعدها بيركب عربيته وبيروح لشارع مهجور وضلمة وبيدلق بنزين في صندوق الزبالة علشان يرمي فيه جين ويحرقها، لكن اول ما بيفتح الصندوق في لحظة بتهاجمه وبتوقعه وبتسرق عربيته وبتهرب بيها، بس بتغير رأيها وبتلف وبتسوق بسرعة رهيبة ناحيته علشان تقتله، فبينط هو جوه صندوق الزبالة، وساعتها بتخرج جين وبتلاقيه متعور ومش قادر يتحرك، وبتطلع السيجار وبتولعه وهو باصص لها وخايف منها، فبتبعد خطوتين وبترمي السيجار، وبنشوفه وهو بيتحرق
وبيصرخ وبياخد جزاؤه على كل اللي عمله، وبتكون دي نهاية فيلمنا النهاردة. وان انت ما تأذيش حد عشان هيترد لك بالضعف، ودي نهاية فيلمنا النهاردة.